أهلاً. السلام عليكم. عليكم السلام. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعاً بالرغم من كل المشاكل اللي واجهت دفعة 2016، تثريبات وتوتر وقلق طوال فترة الامتحانات وطوال فترة انتظار النتيجة، بس الحمد لله يعني ربنا ما ضيعش تعب أو مجهود حد تعب فعلاً، والحمد لله ربنا رزق الواحد بالفرحة اللي هو فيها يعني دلوقتي. تقسيم الوقت ما بين الدروس طبعا اللي هي في كل المواد، والأوقات اللي بتستغرقها في المشاوير للأماكن حتى لو بعيدة، تنظيم الوقت ما بين بقى كل دوت ووقت المذاكرة اللي هو مطالب ان الواحد ينجز فيه كم معين، على الأقل مثلا 8 ساعات يوميا، زائد وقت النوم أو الراحة. الواحد ممكن يتظلم في سبيل ان ناس تانية كان معاها الامتحانات أو كده، وفي نفس الوقت انه بيقول لا انا المفروض احس ان ربنا مش هيضيع تعبي ومجهودي، وفعلا ربنا كرم الواحد ورزقه فعلا بفرحه. ده نتيجه جهد من اولى حضانه حتى دلوقتي الحمد لله. طبعا انا خدت الخبر من والدي، هو كان في الشغل، هو اللي تلقى الخبر من مكتب الوزير وهو اللي بلغني، وبعد كده بقى يعني بلغت مدرسين ليا، اصدقاء طبعا هم اللي بداوا طبعا يهنوني اول ناس، وشفت المؤتمر الصحفي اللي عقد الوزير وشفت الخبر بنفسي عشان يعني اتاكد بقى وفعلا افرح من قلبي. لا بص ايده بقى، بص ايده يا محمد، ما تعملش بقى ايده بقى